شوفوا انتوا ترى غثيتوني، يعني كلكم مركب رموش حاط رموش. اول اساسا رموشي طويله، زدت على مسكس كذا كم، مو عشان انه انا مركب رموش. الدواسر منهم انا البزعه القويه، لب الكواسر الدواسر، وهذه الدواسر طفانوره من بعد فرقعك يا غالي، يا جلكسي والزمن عكسي، شي 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 يا الاسمراني، هلا بالدواسر، هلا كرم وجود، هلا الشب، هلا قهوة الشقراء، يا لبة لبة اللي ظهر ولا تخاف، اي اي. زين ام قاسم ايش قالت ام درت؟ وانت ايش حقك تسأل؟ وايش حقك تسأل؟ ايش قالت ولا وايش ما قالت؟ ها؟ تبي بتسوي مثل رفيجك؟ لا هايين. اسمع، شيل القطن عن اذنك وخذ خطين والثالث محايا خلاص. واسمع، اخذ المتصرف في سموه، بس لو سوي لك نفسه لو اصلخ يلدك من عليك، اشويك احرقك. وانت تعرفني عارف زين، تعرف عتقل انقولك. اسمعني زين، هذا رفيجك، رفيجك ذي بوجود ماشي ابدا، ما تعرفه من بعد اليوم، وتشوف لك سعدة ثانية غيره. والله لو أخلي العالم كله يتحسرون عليك وعليه، بس إن سولت لك نفسك ولا أخليك تسفارع حق الملو العالمين يحجيبك الحب والمبغى. وانت عاد ها تعرف عاد قالين قالت حشوة بس مار بلوي. يا عدنان ويونس، يونس بيلعبها المتعادل سيرجي راموس.
بشر النيمار يوزع نيمار وجول جول 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن البارسا يقلب الطاولة البارسا يقلب الطاولة من الدقيقة 87 النتيجة 3-1 البارسا يحتاج 3 جوال فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو جمهور البارسا في الكامب نو الريمونتادا دي ستوريا الريمونتادا أنتولوجية تاريخ مساء الغير يا حلوة صباح النور والنوير وأوراق الشجر والطير صباح الخير يا حلوة من البارح وأنا أفكر وأجيب اسمك على الشاهي وأحس بلذتك يما 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 أحبة وخري وخري غبية وخري دوري وخري هولندا بالمرتدة يهرب روبن السرعة السريع القتال روبن يهرب روبن يهرب روبن يهرب روبن يرجع سيستا روبن خمسة روبن خمسة روبن خمسة خمسة وخميس خمسة وخميس خمسة وخميس حاضر محمد غارب إبليس الله 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 يتساقطون يتراقصون يسقطون بالخمسة صدق أو لا تصدق يا الهولندي هابي نايس ويكين هابي نايس ويكين ما شاء الله عليك بسرعة انتشار سريع اول شيء انا سريع والعب اطراف والعب كنس واركب فلو واجيب دبلات ومقصات واجيب اهداف يعني لو يطلبون على قصتك 10 مليون توافق؟ الفاتح امس قال لي درس ما ادري قال 10 مليون توافق بالراحة واجيب اهداف صواريخ هدايف الحين الفاتح كم فوضك الفاتح؟ من الزف يعني 10 مليون قل له لا قل له يا بابا انا الحين يا ترى اسمع عليك يا لاعب الحاسه حبيبي يا ميس الحاسه انا انافس ياسر نفس مرات الهلال 18 شنو ياسر تستهبل ياسر تنافس انديه اوروبيه انت وصلت الاله ميسي وصلت لرونالدو يعني عدت ياسر ضيق باليوم ياسر الحين بيصور معاه ياسر يقول الموهبه يعني عدت ياسر اجل اي والله العظيم حسني ما أدري كلها أقول لك أنت والله العظيم إنك لاعب بشكل سريع مع سانشيز وفياتري وراتي كذلك التواجد والسقوط موجود وحكم المباراة قال ما فيها شيء أمر باستئناف اللاعب واللاعب إلى الآن إذن توقف للاعب حتى يتم علاج اللاعب وإخراجه كذلك يا بل 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 شوف ماذا يفعل شاهد ماذا يفعل ايش فيك ايش فيك ايش فيك لا 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 هذا هوك هوجن هذا هوك هوجن مش مدرب شاهد ليش 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 يعني مش طبيعي يعني امر غريب راح خلاص الرمية تتماس مع لاعب تومتشك العرضية اللعب ابعاد بالرأس اول يسدد لا نقل كرة في جهة اليسرى تصل الى الامبوم سدد 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 قلت لك سدد ما قلت لك مرر يا هذا من اللي سجل الجول اول اللاعب بانا كين قلت لك سدد سدد سين دال سين دال سدد او لا سين دال دال دبل دال دبل دي سدد ما قلت لك مرر مع ان الثنتين يعني فيهم اخر حرفين نفس الشيء ها دبل ار دبل دي اوف التحام بصراحه رجولي يقول لك التحام رجولي وخدم الاخضر نفسه بنفسه وصل وكره ومحاوله وجول جول 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 هو 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 فهد ينطلق ينفجر في الجوهرة ينطلق في الجوهرة فهد يتلالى مرة أخرى ويسجل ليفجر الأفراح ويصنع الفارق الله 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 على فكرة الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي أنا كنت غبي لأن كنت فاكر نفسي إن أنا غبي بس اتضح لي إن أنا مش غبي الله أكبر عليك إيه الحلاوة دي إيه الحلاوة دي أنت اللي إيه أنت اللي إيه اللهم صل على حضرة النبي أنت جبت المعلومات دي منين يا ملاعين الوجه
غنين غنين غنوني غن يعني اذا راح الزال بتموتون اذا جيت انا معكم بتموتون اذا راح سوزه ومعكم بتموتون لما جيت معكم بتموتون بجربكم جاي بجربكم عاد تلعبتني على احمد الدوخي يلا يا دوخي يلا يا دوخي الثاني 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 يا حكم والغى الحكم ورجل الخط هدفا هلاليا مو معقول ما نعلق على قرار الحكم ما نعلق ابدا في من يراقب المباريات عموما شوفوها بالبطيء يعني احتري المدافع يرجع احتري المدافع يرجع ما يصير انت حلم رخيص وما كانش متفصل نتيجة الكوابيس في العقل بتقصر والصاحب الخسيس هو اللي بيخسر على الارض مكسورة تعبت جالي مرض قريتها اكتر من مليون مرة مش عاوزة تثبت كل ما احطها هنا مش عاوزة تثبت مش عاوزة تثبت مش عاوزة كتبتها مرة وبرة هنا وكتبتها هنا اعمل ايه تاني اعمل ايه مش عاوزة تثبت احطها تاج وادخل كده امتحان يعني اعمل ايه كنت لسه بصفحة انا عندي مليون ملزمة المفروض اخلصها انا تعبت انا جالي انا جالي شلل جالي شلل رباعي ما بقتش اعرف اشوف اوكي الدرس الاول يا مصلح انت اسمعني انا عاني من سدحني من بطحات بارده اتعافر اشوف عافيري وراي ومعي سيجاره لطفيه والدخان ذبحني وانا باري تايه شلاله من عندك هند ولا من عند غادي وانا واحد ما رتيش شلاله شوي شوف الجوده حق تايه الشوي وحق كشتب حق ممنيز ايش اسمه ذاك العقل بابا حق الخبز حق الحمضيات والببس علي الطلاق انا تسوى له مسواه عجوز متنبت لك تكفى يا مصلح حق البطحات بحتني حنا نبغى تايه يحب قلبك والله ما ادري عنك إذا الكنية تصدق أظن الله يرزقك بوظيفة تروح في الجيش ولا في الأحرس الوطني ولا في أمن العام ولا القدرات يزودون هل حتى اشترى في علوجك رسالة تم ازداد القدرات 5 درجات وأثناء من العام يدق لك يقول تم قبول كذا ذبحت النتيس إذا ما ذبحت لأولا ما جايك شيء أنا أعتراني أعرف أنا والله أني فاهم وأنا عني جلست وأنا طالب خشمك يا ولد خشمك لبارة تيس الله نعم تعب جيكم وعلي بالمازي وعلي بالطلاق طلاقني سرح انا عبالهم انلو سالم خابرين هل قدوا على الطيب غير انلو يجمل ولو سنين اني لا اشتعلهم ابطح لكم بالطحن اوكي المسج دي لكل البشر لكل البني ادمين لكل الناس لكل الحاجات اللي عايشة في العالم لما ابقى ماسك السماعة وتبقى محطوطة في ودين الاثنين مش واحدة بس ثانية الاثنين تعالي بقى الاثنين لما يكونوا محطوطين ما تتكلمش معايا ما تتكلمش معايا لما اكون حاطط السماعتين في ودني لما اكون شايلهم بس انا حاططهم يبقى انا معناها مش عاوز اتكلم مع اي حد في العالم فلما اكون حاطط السماعتين في ودني ما تتكلمش معايا فاهم استغفر الله لازم لما احط السماعه محمد بقول لك ايه لو سمحت ما تسيبوني في حالي انا احط سماعه مش عاوز اتكلم مع حد اسمع الاغاني وافضل قاعد كده في حالي سلام عليك يا وديع أرجوكم ادعوا لمحمد صلاح ربنا يمتعه بالصحة يا رب كده ويرجعوا لنا بالسلامة وعايزك تركزوا في صلاة الفجر على راموس
لو سمحت صلاة الفجر في كل مكان، كل حد ناطق بالعربية صلاة الفجر لو سمحت بتوقيت اللي حضرتك موجود فيه، الدعاء موحد. راموس ربنا ينتقم منه، راموس ربنا ينتقم منه. صلاة الفجر بتركيز شديد، عارفين التركيز، كل واحد يركز في صلاة الفجر لو سمحت، ربنا ينتقم من راموس بإذن يا رب، يا قول يا رب كده بإذن الله. وأيضا في صلاة الظهر والصلوات، وكمان على الفطار بكرة، وحضرتك كده على الفطار التمراية كده هو، والدعاء أيضا ربنا ينتقم من راموس. يلا الأيام دي أيام مفترجة وأيام مباركة، وليلة القدر قريبا قادما إن شاء الله، ودعاء دعاء بالتركيز. أنا كل ما أفكركم كل ما أفكركم لحد الواد ده، ما ربنا إن شاء الله إن شاء الله. والله المكيف اللي سهل الأداء، خذ الأداء مني. الله يخلي ولا يحرمني من حبك، أنا بدونك ترى مسوى ولا حاجة. اي والله سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية، سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي